بيتر برايت كبير اقتصادي المصرف المركزي الأوروبي حاورته يورو نيوز عشية اتخاذ المجلس التنفيذي للمصرف إجراءات لوقف انحصار التضخم، كما أعلن رئيسه ماريو دراغي. انحصار التضخم لفترة طويلة يمكن أن يقود عبء الديون لمستويات أعلى من المتوقع. هذا اللقاء مع بيتر برايت جرى في قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي للمصرف في فرانكفورت. أسيد برايت، شكرا لك. يعتقد الناس أن ارتفاع معدلات التضخم هو مشكلة كبيرة. اليوم المعدل منخفض وهو تقريبا 1%. فهل هذا طبيعي؟ وماذا نقول للناس العاديين؟ هل هو أمر مقلق في المدى المتوسط والمدى الطويل؟ كيف ترى الأمور؟ إذا كان العرض أكبر من الطلب نحصل على بعض الضغوط في الأسعار. هذا حقا مقياس يعبر عن بعض الاختلالات في الاقتصاد، لذا يجب القلق. وفي المقابل إن كان الطلب أكبر من العرض نحصل على التضخم، ومن جهة أخرى نحصل على ضغوطات تدني الأسعار. إن نظرنا لهذا المقياس ولتكهنات المصرف المركزي الأوروبي يفاجئنا التضخم، فهل هذا شكل طبيعي نجهل التعامل معه؟ هناك طلب ضعيف لأن العديد من الأسر والشركات والحكومات لديها ديون كبيرة فقامت بتقليص مصاريفها قياسا لقدرة إنتاجها الاقتصادي، لذا نحصل على ضغط على نظام التسعير المتجه نحو الانحسار، وهذه تقريبا البيئة التي لدينا. كيف يمكن التصرف؟ بعض الاقتصاديين تحدثوا عن أمور كان يجب القيام بها قبل عامين. إنه سؤال معقد، لكن في البداية يجب تحديد أسباب الضغط على الأسعار المنخفضة. مؤخرا رأينا هيمنة عامل الركود وأسعار النفط منخفضة في أسوأ صورة لتراجع التضخم. ثانيا، أعتقد أنه لا يمكن للمصرف المركزي الأوروبي لا يتدخل. نعرف من تصرف الأسواق خلال فترات القلق، القلق من ضغوط الانكماش. هذا يعني أن الأسر والأسواق المشاركة لا تعلم كيف سيتصرف المصرف لمواجهة بعض عوامل الأزمة. المرحلة التي نمر فيها اليوم، هناك هيكلية للضغط على الأسعار والناتج عن الركود الاقتصادي، وقد اتخذنا سياسة نقدية مناسبة. السياسات النقدية هي أسعار الفائدة التي تقارب الصفر، إضافة إلى غيرها من الأمور التي طبقناها. هل يمكننا معرفة ما هي المعايير التي يخطط المصرف لوضعها؟ اجتماع المجلس التنفيذي في هذه القاعة سيناقش بالطبع مجموعة من المواضيع، ويجب معرفة ما هي نقاط الضعف الرئيسية في نقل السياسة النقدية. وهكذا لدينا هامش من معدلات الفائدة التي ستبقى منخفضة. أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ليست فقط اليوم، وإنما ستبقى مرتفعة أيضا على المدى الطويل، لأن الوضع في الولايات المتحدة يتحسن. ولكن كنا قادرين خلافا للماضي فص أسعار الفائدة عن الولايات المتحدة، وهذا يعني تكيف السياسة. للتحديد أكثر، هناك إحدى المسائل التي حددناها، وهي النقل عن طريق إقراض المؤسسات الصغيرة بشكل عام. لذا في الواقع نبحث عن الاحتمالات هناك. سنرى كيف ستجري النقاشات، لكننا حددنا عددا من نقاط الضعف في نقل السياسة النقدية ونبحث عن حلول لها. جرى الحديث عن معدلات سلبية، هل تبحثون في هذا الأمر حيث تباطؤ الائتمان بازدياد؟ أعتقد أنك تلمحين لأمرين. قبل اتخاذ القرارات علينا أن نرى ما هي المشكلة الحقيقية وأن نحاول معالجتها. هذا ما نقوم به الآن. هل أن الائتمان ضعيف للغاية والسبب هو البيئة التي لا يمكن القيام بالكثير فيها، أو أن إمدادات الإقراض من القطاع المصرفي محدودة؟ في هذا السياق الذي أشرحه، حيث المصارف تقوم بعملية تنظيف ميزانياتها وتعيد رسملتها، لذا نعمل على ذلك. لكننا حددنا أن قناة الإقراض تثير العديد من الأسئلة حول تمويلنا لها. We have identified indeed that the lending channel is something which raises a number of questions about our transmission. هل سنتوقع انخفاضا بالتضخم على المدى المتوسط وحتى الطويل؟ أعتقد اليوم أن المشكلة الكبرى كما أراها تكمن في أن عدد الأسر تحاول خفض إنفاقها على المدى الطويل. كيف سيكون المستقبل؟ وهذا سيقود إلى فخ التوقعات السلبية، فالأمر حساس.
كيف تعالجون الأمر؟ الأمر صعب، فالمصارف المركزية لا يمكنها الإجابة على هذه المسائل بتأمين السيولة وطباعة العملة. هذا جزء من الحل. ما هو أساسي هو خلق التوقعات الإيجابية للمستقبل، من بينها فرص العمل والإصلاحات الهيكلية والتعليم، وجميعها أهم بكثير. التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم هو إعادة الابتكار في المجال العام، وهذه مسألة سياسية. في العديد من الدول لا نرى اليوم ابتكارا في المجال العام ولا توقعات إيجابية للمستقبل، وإنما نجد فيها الإحباط والتوقعات السلبية للمستقبل. كما قلت، نبحث في بعض الجوانب التي تضع في الأساس شروطا مالية مناسبة، لذلك لن تواجه الشركات صعوبة في الائتمان حين تقرر الاستثمار. So that when firms decide to invest, they will not have a constraint on the credit side. هل تجد تشابها بين اليابان وأوروبا اليوم؟ لا أعتقد أن الأوضاع مختلفة، هناك اختلافات عديدة، لكن إحدى أوجه التشابه بين العديد من الاقتصادات هو للأسف نسبة الدين، أعني نسبة الديون المرتفعة. أعتقد أن أهم اختلاف مع الأوضاع اليابانية هو أننا نعالج مشكلة القطاع المصرفي الآن، إضافة إلى السياسة النقدية. ردة الفعل عليها كانت قوية منذ بداية الأزمة، وهذا ليس حال اليابان خلال هذه السنوات. أعتقد أن المجتمعات مختلفة جدا، لدينا الكثير من المشاكل المتعلقة بما نسميه العيوب في تصميم بناء منطقة اليورو، وعلينا معالجتها، ونقوم بذلك، والاتحاد المصرفي هو جزء من الحل. هل يعيقك منصبك في المصرف الأوروبي المركزي على القيام بالمزيد من الأمور؟ لا، لم أقل ذلك. أسأل ذلك لأنك أشرت إلى فرص العمل كمفتاح وهيكلية للإصلاح شغلت فكرك. بالطبع، وأعتقد أن إعطاء الكثير من الأوهام للناس أمر شديد الخطورة. السياسة النقدية تخلق الوظائف والوفرة، كما أن إعطاء الكثير من القروض يشكل خطورة أيضا، فهذا يوهم بأن السياسة النقدية يمكنها حل جميع المشاكل. الوضع في الولايات المتحدة مختلف تقريبا عن هنا. دخلت منطقة اليورو الأزمة مع مؤسسات ضعيفة تدير الأزمة، كإدارة أزمة المصارف مثلا. في الولايات المتحدة الحال كان مختلفا، فهناك سوق العمل لين بشكل عام، إذن كنا في وضع صعب. اليوم بدأنا الخروج منه، لكن مع الكثير من الأضرار. هناك الكثير من الركود الاقتصادي والذي تسبب بالضغط على الأسعار. إننا في الحقيقة لسنا في حالة انكماش، ولكن في نوع من النمو البطيء التضخم المنخفض، ولسنا راضين بذلك. وقلنا بشكل واضح إننا نريد معالجة الأمر، وعلينا الاستجابة لذلك خلال ولايتنا. Mr. Pratt, thank you so very much for your time. Thank you.